المقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان محاولة الاغتيال الفاشلة للدكتور الشاعر سياسة رسمية لقمة الهرم، وكتب هذا المقال الدكتور محمود العجرمي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والذي ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور محمود أهلا بك معنا. أهلا بكم. أهلا بك دكتور، ما الذي تقصده بأن محاولة الاغتيال كالتي حصلت للدكتور ناصر الشاعر في الضفة الغربية هي سياسة رسمية؟ لأن ذلك تكرر منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 93 وتم إنفاذه حين تأسست السلطة عام 94، ولقد جرى ذلك مع العديد من قيادات العمل الوطني في الضفة الفلسطينية المحتلة، وهناك أسماء كثيرة تعرضت لذلك ولم يزل دم يعني الناشط السياسي نزار بنات طريا، والذي اعترفت الجهات الرسمية بأن من قتل هذا الناشط هم من الأمن الوقائي وبأوامر عليا، في الوقت الذي تم فيه أيضا إطلاق سراح هؤلاء القتلة رغم إدانتهم ورغم كل ما جرى داخل فلسطين المحتلة في كل أماكنها، وأقصد هنا بالضفة بغزة بالقدس وكذلك في فلسطين المحتلة عام 48، بمعنى أن الجميع أدان هذه الأجهزة، ولهذا فهي سياسة رسمية من قمة الهرم. نعم، لكن دكتور قد يسأل البعض كيف هي سياسة رسمية إذا كان الرئيس مثلا محمود عباس أدان ما جرى، إذا كان الوزير حسين الشيخ كذلك أدان ما جرى، رئيس الحكومة محمد شتية هو الآخر أدان ما جرى، فكيف نعتبر هذه سياسة رسمية في ظل هذه الإدانات التي وصلت من أعلى قمة الهرم في السلطة الفلسطينية؟ أعتقد أن هذا هو الامتصاص نقمة الشارع الفلسطيني، وهو ذر للرماد في العيون. ولنعد على سبيل المثال لما جرى مع الدكتور المرحوم عبد الستار قاسم حين أعلن هو أنه تم تهديده بشكل علني ورسمي من الأجهزة الأمنية، وحدد المرحوم في حينه أسماء من هددوه، وكذلك النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن الخشي أيضا الذي هدد عدة مرات أيضا بالقتل، وهذه أسماء ليست هذه أسماء حصانتها إن كانت القانونية أو الأدبية أو الوطنية. هناك أيضا حتى الدكتور ناصر الدين الشاعر هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها كذلك. وهنا أذكر على سبيل المثال ما جرى في سجن أريحة واعتقال قيادات للعمل الوطني ومن بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نعم. هذه الوقائع تذكرنا بالكثير جدا. نعم. من الأسماء التي نعم. طيب هذه الأسماء على سبيل المثال دكتور محمود التي ذكرتها رئيس أركان جيش العدو إن كان مع ماجد فرج أو مع حسين، واضح هذا دكتور، لكن الوقائع أيضا التي ذكرتها التي والأسماء التي أيضا ذكرتها دكتور محمود إذا ما كنت تسمعني كثيرين. هذه الأسماء وهذه الشواهد التي تفضلت بالحديث عنها وهذه الوقائع أيضا، السؤال هو لماذا يتعرض هؤلاء لعمليات اغتيال، منها ما فشل ومنها ما نجح في النهاية؟ يتحدث أنا هنا أريد أن أشير إلى تصريحات صدرت عن وزير الخارجية ورئيس دولة العدو السابق شيمون بيريز. شيمون بيريز قال أن اتفاق أوسلو
كتب بالعبرية وترجم إلى العربية. وأضاف أيضا شيمون بيريز أنه قال كلما جلست مع محمود عباس وفريقه كلما خرجت أكثر قناعة بأنهم صهاينة أكثر مني. جوهر اتفاق أوسلو هو أمني. ولنعد إلى ما قاله محمود عباس بأنه يقدس التعاون الأمني مع الاحتلال وأن المقاومة إرهاب وفوضى وأن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح السلطة التي تتعاون مع هذا الاحتلال. وهناك تصريحات كثيرة لحسين الشيخ الذي تحدث منذ أيام أن بقاء السلطة وبقاء التعاون مع الاحتلال ضرورة وطنية. هذه التصريحات كلها لا يخفيها ولا يخجل منها هؤلاء الذين أسميتهم. وحتى استشهاد البطلين المناضلين في نابلس منذ يومين، كيف وصل هؤلاء إلى حي الياسمينة في عمق نابلس القديمة دون أن يكون هناك تنسيقا مع هؤلاء؟ وهناك تصريحات للقيادات الأمنية في دولة الاحتلال التي لم ينفي أي منها حسين الشيخ وماجد فرج ومحمود عباس وغيرهم بأن هذا حقيقة وواقع. وهذا يعني أضحى معلوما لكل وطني فلسطيني. دكتور، سؤال أخير باختصار لو سمحت. هنالك توجيهات أيضا بفتح تحقيق فيما جرى مع الدكتور ناصر الدين الشاعر، هل يمكن التعويل على هذه التحقيقات؟ هذا يعني لنتذكر ما جرى مع كل القيادات الوطنية التي تعرضت تماما لذات التهديدات أو أنها قتلت. حين يعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال الدوكات عن أن الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس تمكنت من اعتقال بعض المشبوهين، تم اعتقال من قتلوا نزار بنات وهم بأسمائهم في الأمن الوقائي، يعني عناصر من الأمن الوقائي، وتم إطلاق سراحهم نقيضا بكل القيم والأخلاق الوطنية التي يدعي حسين الشيخ بأن هذا يتناقض. كانت هناك لقاءات وتم كشفها بين حسين الشيخ وهب الريح وماجد فرج. حتى أن محمود عباس قال حرفيا عن نزار بنات لا أريد أن أسمع صوته. طب ما هذا يكذب ما قاله دوكات وغير دوكات وحسين الشيخ بأنهم يتابعون وأنهم يعني اعتقلوا عدد من المشبوهين. يعني كل ذلك بمعنى، إذا أردت هنا أن أذكر ما يجري اليوم من اعتقالات في كل سجون السلطة ومن بينها ما يسمى بمذبح سجن أريحة الذي يخرج منه المعتقلون السياسيون الفلسطينيون. نعم. مشوهون ولديهم عهات، ومعظمهم من الأسرى المحررون. كان دكتور ناصر الدين الشاعر في خطبة لأحد الأسرى المحررين حين تم إطلاق النار عليه أمام الكاميرات وأمام حشد من الناس، ثم لاحقوه حتى شارع القدس مرة أخرى وأطلقوا عليه النار، وكان إطلاق نار قاتل، وأصيب كما تعلمون بأكثر من 6 طلقات. يعني كيف يمكن لهذا ما يسمونه بالفلتان الأمني؟ هذا ليس فلتانا أمنيا، هذه محاولات لاغتيال قادة العمل الوطني في الضفة الفلسطينية إنفاذا لتقاسم وظيفي. نعم بين نعم دكتور محمود المارقة وبين شكراً. هذا العدو. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور محمود العجرمي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق عبر الهاتف.